تحت امرك يا فندم. عايزين اوضه لو سمحت. لا لا، اوضه ايه، عايزين جناح ويكون بيبص على النيل وفي تلفزيون وفيديو ودش وراديو. جناح يعني. سويس لو سمحت. اوكي يا فندم، حضراتكم هتدفعوا كاش ولا كريدت كارد؟ كاش طبعا، كاش كاش. اوكي، طب ممكن بطاقات حضراتكم الشخصيه؟ قوي قوي، انا معايا باسبور، ينفع؟ اوكي يا فندم مفيش مشكله. حضراتكم متجوزين؟ طبعا متجوزين، ايه مش باين علينا؟ احنا لازم نضرب بعض يعني عشان نصدق ان احنا متجوزين ولا ايه؟ ده يا فندم ما اقصدش، بس اصل الباسبور مش مكتوب فيه، وكمان بطاقه حضرتك شخصيه. ايوه يعني ايه؟ يعني انا ما اقدرش احجز لكم اوضه او جناح الا لما يكون في قسيمه جواز، او يكون مع حضرتك بطاقه عائليه بتحمل اسم المدام. دي تعليمات الفندق وتعليمات الامن كمان. ايوه بس يعني هل وضع طبيعي ان واحد ومراته ماشيين في الشارع معاهم قسيمه الجواز بتاعتهم؟ مش عادي طبعا. بص يا استاذ، بص هنا العنوان بتاعي في البطاقه شبرا، نفس العنوان اللي هنا في جواز السفر. معلش يا فندم، دي تعليمات، انا ما اقدرش احجز اي حاجه الا بقسيمه الجواز، او ممكن بقى احجز لكم كل واحد اوضه لوحده. نعم نعم نعم، كل واحد اوضه لوحده. ليه متخاصمين ولا متخاصمين؟ خلاص يا سامية، خلاص ملهاش لازمة خالص. بعد إذنك، الباسبور والبطاقة وإلغينا الحجز اللي أنت ما عملته. لا، هتحجز ساعة، هنجيب القسيمة ونرجع، وتحجز لنا جناح في تلفزيون وفيديو ودش وراديو. وبلاي ستيشن والنبي. ليه؟ هنقعد نلعب بقى. الواحد اتمرمط النهارده لف بالشير دي وطلوع السلم كمان. معلش يا حبيبي، ما هو الشقه اللي اشتريناها في الدور التاني وكمان فيها اسانسير. يلا يلا يلا، قوم هات القسيمه عشان نروح الفندق. تعالى يا حبيبتي، يعني بلاش حكايه الفندق دي ونقعد هنا بقى. الله، انت هتحمرق ولا ايه؟ انت مش قلت لي هنروح نتفرج على مسرحيه وبعد كده نروح الفندق نبات فيه؟ ايوه يا حبيبتي، بس الساعه دلوقتي متهيألي يعني ما جاتش 9، المسرحيه 10:30، فممكن نشرب كوبايه شاي. شاي ايه بس يا محمود؟ قوم كده البس بدلة جديدة من البدل اللي احنا اشتريناهم، وانا كمان البس طقم من الاطقم الجديدة دي. تعرف؟ اعرف ايه؟ لبسنا وشكلنا الفقير ده خلاهم يسألونا عن القسيمة، لو كنا متشيكين ما كانوش فتحوا بقهم. ماشي، بس ده ما يمنعش برضه ان انا اشرب كوباية شاي عشان احبس بيها الاكل اللي احنا كلناه في الفندق ده. ما انت مش واخد على الاكل الشيك ده. حاضر، هعمل لك الشاي حالا. وانا كمان برضو ادخل اخد دش واستحمى واغسل وشي بالمره. الله، حلو عليا قوي الفستان، ذوقي. 550 جنيه ايه يعني؟ مش خساره فيا. مين اللي بيخبط؟ حاضر. ايوه ايوه ايوه، مساء الخير يا هلا. مساء النور. شهاده الاستاذ محمود يوسف المحاسب؟ ايوه خير. عميد محمد احمد محمود. يا شهاده محمد احمد محمود، مباحث امن دوله. الاستاذ محمود فين؟ مباحث امن دوله. الاستاذ فين؟ محمود اصله يا ساميه، عايز غيار جديد من اللي احنا جايبينهم دلوقتي بسرعه. دول مش جدعان، اقعد على الكرسي وما تتحركيش. اقعد ايه؟ ده بيتي واللي دخلوا عليه ده جوزي. ست اقعدي ما توترينيش. يا لهوي يا لهوي، مسدس. يا اخوانا في ايه بس؟ في ايه يا جدعان؟ طب اغير البرونز اللي انا لابسه ده البس اي هدوم تانيه؟ قعدوه جنب مراته. طب بالراحه. طيب بالراحه. طب يا كباتن، ما حدش بيقعد حد بوشه كده يا كابتن. شوف يا استاذ محمود، من غير لف ودوران، احنا من مباحث اموال العامه. أموال عامة؟ أنت مش لسه قايل أمن دولة؟ يا ست، أمن دولة أموال عامة كلها مباحث. اسمع يا أستاذ محمود، إحنا جايين نحبك من جريمة خطيرة، ممكن تاخد لك فيها تأبيدة. تأبيدة إيه وجريمة إيه؟ أنا ما عملتش حاجة يا باشمهندس. هو مش أنت اللي عملت، لكن في غيرك عمل. إمبارح وأنت راجع على المركب من بيروت. يا لهوي، المركب من بيروت؟ دول مراقبين. وقعتك سودة أنت، عملت إيه؟ يا ست ما عملش حاجة. أمال مراقبينه ليه يا أخويا؟ مش مراقبينه هو، مراقبين واحد تاني خالص. مزور عملة خطير، مهرب نص مليون جنيه مصري مزورين، كان معاه على المركب. الظاهر لما حس بينا في المينا حطوهم في شنطة جوزي. ده النص مليون جنيه اللي احنا لقيناهم يعني. انت لقيتهم؟ فين الفلوس المزورة؟ انت عارف؟ اوعى تقول يالا، دي انا بقول فين الفلوس؟ انت عارف؟ وانا هخلص عليك. طب بص يا سيادتك، بعد اذنك يعني، بس بص يا سيادتك،
يعني من غير ما تخلص علينا ومن غير اي حاجه ومن غير ما استعمل اي مسدسات. تعال معانا. اضربهم يا محمود اضربهم، دول بقيه العصابه بيكملوا التمثيليه. لا لا يا استاذ محمود من فضلك، احنا بوليس حقيقي.